هون عليك فإن الله فارجها، فوحده ربي يدري مخارجها. ما دام ما يجري بعلم الله فارضى به، ولا تمت حزنا على الدنيا وبهجتها. كما زعجتك أمور كنت تحسبها شرا حتى رأيت من الرحمن حكمتها. يقول المختص في الطب النفسي الدكتور علاء اللحام: الإنسان بطبعه كائن اجتماعي يسعى لإقامة علاقات اجتماعية مع غيره، وتعد هذه ضرورة تحفظ كيانه وتساعد في تطوير شخصيته ومهاراته. لكن في بعض الأحيان تصبح العلاقات الاجتماعية سبباً للاضطرابات أو الأعراض النفسية، وأحد هذه الاضطرابات هي التعلق المفرط غير الصحي والممرض حتى. كيف أصبحتم يا رفاق؟ بكل أمانة موضوعنا اليوم حساس جداً وطلب مني كثير، فحرصت أني أحكي عنه وخليه موضوع حلقتنا اليوم، واللي هو التعلق نتيجة الطفولة. لو بعرف التعلق العاطفي ممكن أعرفه وأقول أنه حالة عاطفية تتميز بالارتباط العميق والقوي بشخص ما أو بشيء معين. يمكن أن يكون التعلق عبارة عن رابطة عاطفية تطورت مع مرور الوقت، وقد يكون متبادلا بين شخصين أو يكون تعلقا من جانب واحد. التعلق يعني لما ما تشوف أي حاجة بحياتك غير هذا الشخص، سعادتك ترتبط فيه ارتباط كامل، ولا يمكن أن تتلون حياتك إلا معه. التعلق العاطفي يعطي الشعور بالقرب والاهتمام والحماية والأمان والاعتمادية. والشخصيات اللي تحمل فراغ عاطفي كبير عادة ما تصل إلى مرحلة التعلق، ولا أعتقد أنها تصنف من مراحل الحب أو درجاته، كونها بكل أمانة أثرها سلبي جدا. وهنا فقط لو بحكي عن التعلق في العلاقات، ولكن التعلق بشكل عام ممكن يكون موجه لأشخاص مثل أفراد العائلة، أصدقاء مقربين، شريك حياة، أو حتى حيوانات أليفة. وقد يكون أيضا تعلق بالأهداف والأحلام، ولكن في حكينا اليوم أستهدف التعلق بالعلاقات. لما يكون في طرف كبر وهو يحمل بداخله فراغ عاطفي كبير، ويجد الطرف الآخر يملأ هذا الفراغ، وتجي معه كل المشاعر اللي ذكرتها زي الأمان والسعادة والشعور كالفراشة، والمفروض ما تنعكس عليك سلبا وتسبب لك تعلق، ولكن كون هذا الشخص يحمل فراغ عاطفي كبير يجد أن حياته صارت أحلى ويعيشه ممتلئ العاطفة، ولكنه غفل عن حقيقة أنه بمجرد مغادرة هذا الشخص حياته لأيا كان السبب يرجع بنفس الفراغ اللي كان يعيشه، وبآثار انسحابية ممكن يتفاداها وممكن تطول معه، تسبب له اضطرابات نفسية، لا يأكل ولا يشرب وما يعيش حياته بشكل طبيعي. الحب لا يجب أن يكون هكذا. وش اللي وصلك لهالمرحلة؟ أنا مؤمن أن التعلق ما يجي بسهولة، الشعور بالأمان مو سهل، ولما يحكي لي أحد أنه متعلق في شخص ما ويظن أنه شعر بالأمان معه، ممكن يكون عنده مشكلة قديمة، سواء ثقة بالنفس أو صدمة وقت الطفولة سببت له الاضطرابات اللي تشعره بالأمان مع شخص المفترض أنه ما يحس بالأمان معه بهالسرعة. وفي رأيي أن الأمان هو أهم شعور ممكن تسعى في أنك تبنيه في الطرف الآخر عشان تكسبه. ولما يغمرك الشعور بالأمان، هنا ممكن تشعر بالتعلق في الطرف الآخر إذا كنت تحمل فراغ عاطفي بدون ما تحدد قيمتك. وهالجملة ركزوا عليها لأني برجع لها. التعلق يجي لما تغمرك المشاعر العميقة، الأمان النفسي، الاحتياجات العاطفية غير الملباة في الماضي أو تجارب سابقة مؤلمة. لما تمر بطفولة قاسية ما شعرت فيها بالحنان والاحتواء، وتكبر وتجد هالمشاعر في شخص حتى لو كان ريد فلاج ممكن تطيح على وجهك، ولا راح ألومك أبدا، يمكن أزعل عليك شوي بس، لأنك لازم تعرف أنك مو في عالم الأحلام. يوجد الكثير من الناس اللي ما راح تقدر مشاعرك وصدقك، عشان كذا دائما أقول لك مشاعرك ما هي هينة ولا تعطيها اللي ما يستحقها،
تذكر لما قلت لك إن اللي يبيك فعلا حتى لو وضعت له حواجز راح يسعى ويتسلقها بس عشان يكون قريب منك؟ احذر دائما، الحب كما ذكرت لا يفترض أن يكون هكذا، والتعلق ليس حب. لما قلت لك قبل شوي احفظ الجملة تحمل فراغ عاطفي بدون ما تحدد قيمتك، صحيح ممكن كبرت وأنت تحمل فراغ عاطفي، طفولة بائسة، وحيد، بيئة ما احتوتك وما أعطتك قيمتك، فلما يجي طرف جديد بحياتك يحدد لك قيمتك ويعطيك مشاعر حلوة تشعر بلذة شديدة، وتصل للمرحلة اللي تتعلق فيها بشدة في الطرف الآخر. ولكن هذا ما يعني أنه شخص رائع، ولا يعني أنه شخص سيء، ولكن المفترض أنك تثمن نفسك وتحدد قيمتك أنت، ولا يحددها لك طرف آخر.